ربحوا، غادي يربحوا زباله الفلوس، مبالغ تا فوق داكشي اللي غادي يخلصوا هما كاملين. انت راه وجع الراس، راه صداع صاحبي، راه مسؤوليات، راه 180 معلم. انا ملي كتعلم بزاف ديال الناس الاي كوميرس كتولي عندك الفوليوم، والفوليوم هو اللي كيدوي به شركه الشاحن، شركه الطيران، باش يجلس معاك تيقول لك شحال كدير من كيلو. انا ما كندير حتى كيلو، انا عندي بزاف ديال الناس اللي كيديروا بزاف ديال الكيلويات، وانت عندك بزاف ديال السلعه ديال الناس. فتي حتى داك الكبير فتي، زيد عليها ملي كتاخذ واحد الثمن مزيان كتمشي عند الكبير ديال الكبار، لان داك الكبير ديال الكبار ملي كنتي نيغوسي كنتي نيغوسي بالوزن ديالو. كتجيك عنده كتقول ليه شوف الا عطيتيني الفوليوم ديالك سلعتك راه معايا، راه تما متعتبره الا واصله حتى لعندك لديك البلاد. اش تجي يقول لك؟ كاين شي واحد ما باغيش الربح في الكيلو، كندوي الفرتيت، ولكن راه الكيلويات كثار، وضرب على الشهر وضرب على العام شحال ديال الربح تيبقى تمايا ليه، عاد غادي نشوف شحال تيبقى ليا انا. الكوميرس كيعتمد في الاول على السلعه، تقلع السلعه ملي كتقلع كتقلع مع هاد العبداد بارك. انا باغي نصنع جيش ديال الناس اللي كتحرك السلعه ما نلخ بحال شي الدراري فاش انا ربح هادشي فاش باغي ربح. حنا مرتاحين كنقراوكم قاتلين معاك كاملين واقفين على هاد التجربه باش تنجح، لان حنا النجاح ديالها هو النجاح ديالنا، لان حنا غادي نربحو، عندنا ربح، عندنا ربح الدراري ديما طلعت المغاربه وكذا، وهادو غادي يربحو شحال غادي يربحو، غادي يربحو زباله الفلوس، مبالغ تا فوق داكشي اللي غادي يخلصو هما كاملين. يعني شتي واخا رغم اننا مخلصين لوطيل ديالهم داكشي حسب المبلغ اللي غادي يخلصو هما كاملين غادي يربحو. راه المشكله الاخوان علاش ما كتبغيش شي واحد اخر يربح؟ راه حتى حنا مقاتلين معاك وتعلمتي وكذا كذا، واصلا انك كنتي كتحسبها هكا، انا ما نبغيكش اخويا تكون معايا، فهمتي؟ من الاخر والله اللي كتحسب الربح ديال الناس الاخرين هادي ماشي الاخوان. واحد القضيه اللي هي من العادات ديال الناس اللي لاباس عليهم، لان راه كتولي لاباس في عقلك سنوات قبل ما تولي لاباس في جيبك. على حقيقه راه واخا تولي لاباس في جيبك وانت ماشي لاباس في عقلك، شي ربحه من اللوطو ولا شي تقميره كترجع فقير، وهذا الشيء 99.99 ولا فقراء. يعني كتستنتج بان راه خاص تولي لاباس هنا عاد تولي لاباس هنا، وديما لاباس هنا كتسبق بسنوات تولي لاباس هنا. ومن الحوايج ديال الناس اللي لاباس عليهم ما عمرك كتحسب الربح ديال الاخرين، لان كنلقى شي واحد تيحسب الضريبه الاخر نوش، كنلقى شي واحد تيحسب شحال تجي ربح هذا شحال كذا، هذا كون كيخلص الزكاه شحال جاتو، ولكن هذا الشيء ما عمره غادي يوصلك فين، وما هذا الشيء ربحك انت. انت باغي تربح تركز انت واجي تجاوب راسك انت شحال تربح انت، يعني غادي تدوي على الربح ديالك انت وتخدم على الربح ديالك انت. واش هاد لافير غادي مسلكك رابح انت يا كتوكل فيها على الله؟ ما مسلككش كتمشي فحالك ما كتشوفش هما شحال رابحي. الهدف الاخوان هو ناثر في الحياه ديال ملايين ديال الناس، نوض تحرك دير شي حاجه. وراه قد اند الاخوان راه فهمتي على شحال واحد يجي عاوتاني يتحاس معاك في الربح ديالك وانت شنو رابح. انا الاخ على عقل شي واحد ملي كتعلمو شي حاجه وكتبدل حياته تيولي وفي ليك، والاكثريه 80% بلاص تيخدموا بدوك لي برودوي ديالك، يعني كتعلمو بيوكان تيبقى فيوكان، وبالعكس هو وين وين كتعلمو سي او دي نيتورك تيبقى في سي او دي نيتورك وين وين. حاجه اخرى انا ماشي لا سي او دي نيتورك ولا يوكان، هو انه كيحتاج سلعه في العالم تيبدا تيحركها، فديك التحريكه ديال السلعه هادشي هو علاش خدام انا دابا. هو دي كونطرا مع شركه ديال الطيران، كناخذ كونطرا من الشينوا السعوديه من الشينوا الامارات من الشينوا المغرب، وديك الكونتيتي كنجيبها تيبيعوها ليا هما بثمن وانا كنبيعها بثمن، وكل ما تزادت الكونتيتي كتسمح ليا نيغوسي، وانا كنصنع الجيش اللي كيزيد الكونتيتي. هادشي هو الاخر، هادشي هو الهدف. انا الاخوان تنبغي نبقى كلير واحد الدرجه ديال ما يبقى والو مخبي، راه كنبارطاجي معكم شي حوايج اللي البارتنرز ديالي تقول لي ما علاش كتقول هاد الحوايج هادو، بالعكس خليهم بيناتنا، بالعكس فهمتي. شوف انا عندي شرح ملح نجيك من الاخر. راه الاخوان ملي كنجي كنعطيك في السعوديه واحد لوفر ديال 4.99 والتوصيله اللي واصله و 3.99 اللي ما وصلاتش، وهاد لوفر دابا 3 شهور وحنا دايرينو، ما قدر يديرو حتى شي شركه في العالم، العالم كامل ما قادرش ديرو. واش حنا زعما ذكوره؟ زعما جيك انا من الاخر زعما حنا اللي ذكوره؟ ما كاينش ذكر في هذا العالم هذا. لا الاخوان، اللعب لعب ديال الفوليوم، فهمتي؟ راه حتى الاخر تيجي تيسولك تيقول لك علاش هذاك عاطينهم هذا الثمن وانا ما عاطينش هذا الثمن، شركه الشحن تيقول لي خويا هذاك راه عنده الفوليوم تبارك الله عنده الفوليوم عاطي هذا الثمن، انت نهار يولي عندك الفوليوم انت راه غنعطيك الثمن بحاله. هي هادي الاخوان، راه ما اللعب، انا تنعاود لك اللعب اللعب ديال الفوليوم. انا كنجيب الناس كنعلمهم وتيبنيو الفوليوم. حاجه اخرى الاخ، انا جامي قلت لك ما تجرب معاك،
واي واحد تيقول لك انا مسخر لك في هذه السلعه وانا كذا فهمتي هذا هو اللي طرد معاه البال. بالعكس انت نجيك من الاخر تنقول لك شرح من اللح انا علاش كندير هذا الشيء، انا علاش كندير هذا الشيء، لان التجربه الا نجحات غادي تتبع هادي الا نجحات، يعني غادي نعطيو الشد ونعطيو الدق. واصلا بنادم راه ما قادرش ينظم حتى ماستر مايند يجمع فيه 20 الناس في الطبله ما قادرش فهمتي، يعني كدوي على واحد النيفو كبير وكدوي على واحد المجهود كبير وراه مسؤوليه ديال 150 واحد في الرقابه ديال لا 180 واحد على حقاش راه عندك كاين 150 تلميذ و10 ديال لي زانفلونسور اللي تصدموا الاخوان راه كاين ممثلين كبار في المغرب اللي تيبرك في السلسله ديال رمضان كاينين معنا ان شاء الله، و دي زانفلونسور كبار ان شاء الله اللي كاين حتى هما كاينين معنا، وكاين دي زانفلونسور اللي انا اختاريته فهمتي، تيبان لك انفلونسور مقاتيت عليه مع الغالب الله كذا تيعجب الوالده كيدير هادي حلوه كيفاش تقد حلوه ب 5 دراهم، انا مصيفط لها انفيتاسيون تقول لها يلاه الصافي ديال الفرصه باش تبدل حياتك. خرجت الدراري هنا نكمل الفيديوهات والربح الاخر الاخوان هو كما قلت لك اللعبه في الطياره فهمتي، لان ملي كتعلم بزاف ديال الناس الاي كوميرس كتولي عندك الفوليوم، والفوليوم هو اللي كيدوي به شركه الشاحن شركه الطيران باش يجلس معاك تيقول لك شحال كدير من كيلو. انا ما كندير حتى كيلو، انا عندي بزاف ديال الناس اللي كيديروا بزاف ديال الكيلويات وناس كيديروا شويه ديال الكيلويات، واش واحد عباد الله جاي باغي يدير 20 كيلو كاين اللي دوي معاه في هذا العالم ما هادشي حاشيه عليه حتى شي واحد. انا كنحاشي عليه تنقول له اجي اخويا عطيني ديك 20 كيلو ديالك، على حقيداش عندي 1000 واحد تيعطيني 20 كيلو ما بقاتش 20 كيلو ولات 20000 كيلو، وهنا تيدوي معك هنا ممكن نبداو الهضره، انا الله وصلتي واحد الرقم اللي الله تيسمح نبداو الهضره، وعاد زيد عليها السلعه ديال الناس الكبار زيد عليها كذا زيد عليها زيد عليها. ملي كتاخذ واحد الثمن مزيان كتمشي عند الكبير ديال الكبار الشركه الصينيه كدوي معاك تقول لي شحال كتدخل السلعه لهاد البلاد هادي، تقول لك بقدا قدا تنقول لي انا ممكن ندخلها لك بقدا قدا، لان داك الكبير ديال الكبار ملي كان تينيغوسي كان تينيغوسي بالوزن ديالو، كان تيجي تقول لهم انا عندي قدا قدا ديال الكيلويات كل نهار كل يومين كل سيمانه، انت كتجي كتقول انت عندك بزاف ديال السلعه ديال الناس فتي حتى داك الكبير فتي في داكشي اللي كتهز ديال السلعه، كتجيك عنده كتقول ليه شوف الا عطيتيني الفوليوم ديالك كامل راه غادي نمشي غادي نيغوسي به وانت غادي تدخل معايا وغادي نعاودو الكونطرا كامله وغادي نولي انايا انت سلعتك راه معايا راها تما متعتبره الا واصله واصله حتى لعندك لديك البلاد. اش تجي يقول لك كاين شي واحد ما باغيش الربح في الكيلو نقص عليه شي بركه ديال الدولار اي 0.3 الدراري باش كندوي الفرتيت، ولكن راه الكيلويات كثار وضرب على الشهر وضرب على العام شحال ديال الربح تيبقى تمايا ليه عاد غادي نشوف شحال تيبقى ليا انا. بيان سور حتى واحد ما تيقول لا كلشي تيقول انا الدراري تنعطيك طق 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 تشيل السلام عليكم فاش انا ربح هادشي الدراري فاش انا ربح وهادشي فاش باغي الربح. هادشي الاخوان هو اللي كيخليك تدخل في وجع الراس فهمتي، راه وجع الراس راه صداع صاحبي راه مسؤوليه راه 180 معلم فهمتي، وواحد تيجي تيقول لك خويا هادشي راه بزاف خويا ماشي مشكل، انت غادي تستافد من السلسله المجانيه اللي تحط فابور تفرج فيها واستافد منها وداكشي اللي علمناه كامل غادي تشوفو وديرو فهمتي، على حقاش انا عاد انت كنبني حتى نتايا ماشي على حقاش انت اللي تعلمتي من داركم وممكن تخدم از لونغ از انت خدام في الاي كوميرس كاين احتمال ان نربح معك نربح معك انك هاد الشي كيلويات ديهم لشي بلاد انا راني رابح صافي هادشي علاش كنقلب وتنبني ات ذا سيم تايم واحد الناس اللي ما سمحاتش لهم الظروف ملي في الحياه كدا جديتو 60 يوم تعلم الاي كوميرس بدا تيدير الارقام كدا رجع كمل حياته بدا تيدير الارقام مع من يدير الارقام. الاي كوميرس كيعتمد في الاول على السلعه تقلع السلعه ملي كتقلع كتقلع مع هاد العبد هذا بارك انا باغي نصنع جيج ديال هاد الناس اللي كتحرك السلعه مان الاخر. وانا الاخوان كنحترم اي واحد كيتحاسب فهمتي، لان حتى انا ملي ما كانش عندي كنت كنتحاسب وكل واحد كيتحاسب على جهدو، كاين اللي نقولوا ليه ماطيش 8 درهم يقول عادي، كتقول له 16 درهم يقول عادي، كاين اللي تقول له 50 درهم يقول عادي، وكاين اللي يقول لك لا وانا ما رابح في هذا الشيء والو. ملي كنقول طيارتك بزاف الناس كتحتاجوا علاش طياره وعلاش ما ديروش هنا، شوف اخويا هذا برودو ما جاك غالي فوت وراه انا اصلا ما يصلحش لك فهمتي، انا ما نبغيش لك ما نبغيش لك لان من بعد يطراو لي معاك مشاكل، يعني انت تتحاسب على السنت والمليم وغادي يطراو بيناتنا مشاكل وانا ما باغيش يطرا معاك المشكل، انا باغي نبقى عندك ديما زويون حط لنا السلسله فابور تعلمنا الاي كوميرس اللهم يستر صافي هادشي اللي باغي. يعني انت تجيب لك الطياره ديال 2 مليون انا اش رابح الا كان الطياره ب 2 مليون الطياره طلعت ثمنها اش غادي ندير الطياره ما بين 12000 درهم ولا 2 مليون واش انا ربحت شي حاجه في الطياره؟ وقلت لك سير شد الطياره اللي انت باغي ما تجيش معايا انا في الطياره ممكن نربحوا شويه في الطياره وننظموا لا ما باش ندخل في الصداع والتنظيم سير اخويا انت خذ الطياره من ما بغيتي.
حاجه اخرى الاخوان هي 2000 دولار، 2000 دولار ديال الاشهار ما كتخلصهاش ليا انا، كتخلصها الفيسبوك وكتخلصها التيك توك، هذيك راه ما كتخلصهاش ليا انا، وما تعطيهاش ليا ريكليك عطاها لي وما تعطيهاش ليا، وشوفها بعينك راه تصرفات، وانت اللي كتصرفها ماشي انا اللي كنصرفها، انت كتحطها في الكونت ديالك وانت كتعلم، غادي كتعلم تنقول لك اليوم داي 1 في تعلم تاع فيسبوك ادز، غتطلق كامبين ديالي باش تورمي الاكونت فيها دولار واحد، طلقت ليه 2 دولار، طلقت ليه 5 دولار، اليوم تولي تطلق ثلاثة لي برودوي ب 5 دولار، بعد 3 ايام غتطلق ثلاثة لي برودوي ب 10 دولار، يلاه سير وانت غادي كتعلم، بان لك شي برودوي في الربح سيري في هذاك، وليدي تزيد فيها طلع ليه البيدجي 50 دولار، وما يجيش بنادم يقول لي واخويا هو بزاف 2000 دولار، خويا البرودوي ماشي ديالك، فهمتي؟ دابا حنا بحال قلت لي الناس الكريتير اللي بغينا، الناس ديال الناس اللي بغينا في هاد سميها مسابقه تحدي كذا هما هادو، واش انت منهم؟ ماشي منهم، راه ما من حقك ما تقول راه البرودوي ماشي ديالك، غتشوف شي حاجه اخرى.